كم ساعة تقضى في النادي؟ سم؟ كم ساعة تقضى في النادي؟ تقريبا يوميا حوالي 11 ساعة، معدل 11 ساعة. لا في خميس لا جمعة؟ لا الجمعة لا، الجمعة الجمعة لعيالك؟ اي زين اللي معطيهم يوم. لا ترى تكويني الأسري يساعد، يعني أنا صار عيالي رجال، ما هو إيه، عندي بنت صغيرة 7 سنين هي اللي تقريبا أنا آلف له وروح، يعني هي تكسر الروتين وما يعني أطلع من كل روتيني لما أجي عنده، هم الباقين شايلين روحهم ولي جلسات معهم ويجون بالنادي عدد الشباب. 6 أيام 11 ساعة في اليوم معدل الآن قلت تقريبا إلى يمكن 9 10 9. ولا تنجز الأعمال بعد ما تكفي؟ لا تنجز، بس تواجدك يعطي شخصية للنادي، النادي مر بمرحلة ضياع الفترة 13 سنة المرة، ولا بد أنك ترسخ قيم النادي الفترة هذه. الآن خف تقريبا الضغط علينا عاد، خاصة بعد الحوكمة وبعد يعني وجود الرئيس التنفيذي وجود الموظفين بدأت تخف علي، أحيانا نجي بس دوام يعني مجرد أشوف بعض التشيكات. تنظمت من الآن عن أول سنة كنت جداً فيها؟ جداً جداً تنظم بشكل كبير.